التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عام 1845 ضرب مرض اللفحة المتأخرة محاصيل البطاطا في جزيرة أيرلندا. هذا المرض تسبب بدمار محصول البطاطا الذي كان أغلب الفقراء الأيرلنديين يعتشون عليه، مما تسبب في أكبر مجاعة في تاريخ أيرلندا. راح ضحيتها أكثر من مليون أيرلندي ما بين عامي 1845 و 1852، في حين انخفض عدد سكان أيرلندا بمعدل يقترب من ربع عدد السكان نتيجة للموت أو الهجرة هربا من المجاعة. وفي وسط المجاعة أمر خليفة المسلمين وقتها أمير المؤمنين السلطان عبد المجيد الأول بإنقاذ الفقراء الإيرلنديين الذين استغاثوا بأمم الأرض لإنقاذهم، فقررت دولة الخلافة الإسلامية العثمانية إرسال 10,000 جنيه إسترليني لنجدة فقراء أيرلندا الكاثوليكية، وهذا مبلغ يقدر بالملايين في زمننا هذا. إلا أن بريطانيا البروتستانتية رفضت السماح للمسلمين بالتبرع بهذا المبلغ، وذلك لأن الملكة البريطانية فيكتوريا تبرعت لأيرلندا ب2000 جنيه استرليني فقط، ولم ترد أن يتفوق عليها أحد، فسمحت بريطانيا للعثمانيين بالتبرع ب1000 جنيه استرليني فقط. فقرر أمير المؤمنين عبد المجيد الأول التبرع بذلك الألف نقدا إلى فلاحي أيرلندا، ولكنه ببقية 10,000 قام بشراء أنواع الأغذية لإرسالها سرا إلى أيرلندا عبر سفن الإغاثة الإسلامية المحملة بأنواع الأغذية والمساعدات لمسيحيي أيرلندا دون علم بريطانيا. فأبحرت سفن البحرية الإسلامية من عاصمة الخلافة إسطنبول باتجاه أيرلندا في عملية إغاثة إسلامية، ولكن البحرية البريطانية علمت بالأمر فاعترضت طريق السفن الإسلامية ومنعت رسوها في مينائي بلفاست وكورك سيتي. إلا أن بحرية دولة الإسلام استطاعت الالتفاف سرا في جنح الظلام لترسو في ميناء أيرلندي صغير اسمه ميناء دروغيدا، لتقدم النجدة الإسلامية إلى الفقراء الكاثوليك الذين تفاجأوا بأن من أنقذهم من الموت المحقق لم يكونوا من إخوتهم المسيحيين الذين منعوا المساعدة عنهم، بل كان من أنقذهم رجال من الترك يتبعون نبيا عربيا اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويعتنقون دينا علم الدنيا معنى الإنسانية. هذا الدين اسمه الإسلام. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 15 من برنامج العظماء المياه، وفيها نستكمل قصة الخليفة القاطع سليم الأول ومهمته شبه المستحيلة لإنقاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوى الظلام المتحالفة، ودوره في توحيد أمة الإسلام تحت راية واحدة قوية لمواجهة التحديات الخطيرة التي عصفت بالمسلمين في تلك الفترة، في تلك الفترة الحرجة. وقد تعمدت في بداية هذه الحلقة ذكرى قصة النجدة العثمانية الإسلامية لأيرلندا للتذكير بفضل الخلافة العثمانية ليس فقط على المسلمين بل على الإنسانية بأسرها. وقد بعث لي بعض الأفاضل بأسئلة يستفسرون عن سبب تركيزي على عظماء الخلافة العثمانية الأتراك، على الرغم من أنني لم أذكر حتى الآن سوى 3 عظماء من المسلمين من قومية الترك على مدار 15 حلقة. وفي واقع الأمر أنه لو كان الأمر بيدي ولو كنت أملك مزيدا من الوقت لأخرجت برنامجا كاملا عن عظماء أمة الإسلام من أمة الترك العظيمة، هذه القومية التي ظلمت في مناهجنا الدراسية لأسباب سياسية في بعض الأحيان وعنصرية في بعضها الآخر، في حين أن هذه القومية العظيمة قدمت للمسلمين الشيء الكثير
ودفعت عن المسلمين والإسلام بدماء لا يعلم حجمها غير الله. ويكفيك فقط أن تعرف بعض أسماء القادة الأتراك الذين دافعوا عن بيضة الإسلام، مثل القائد التركي ألب أرسلان بطل معركة ملاذ كرد الباسلة التي أنقذت المسلمين من أكبر تحالف صليبي في التاريخ ظهر في ذلك الوقت، وسنأتي على قصته قريبا إن شاء الله. الشيء الذي لا يعلمه الكثيرون منا أن قائد معركة عين جالوت المصيرية قطز الذي أنقذ المسلمين من التتار كان أيضا قائدا تركيا، ورفيقه في الجهاد بيبرس كان أيضا تركيا. الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن قلاوون الذي أنهى آخر جيب من جيوب الصليبيين في بلاد الشام كان أيضا تركيا. نور الدين محمود الشهيد الذي اعتبروه المؤرخون سادس الخلفاء الراشدين، وهو بالمناسبة أستاذ القائد الكردي البطل صلاح الدين الأيوبي. نور الدين الشهيد كان ملكا تركيا. وأبوه البطل عماد الدين زنكي الذي كان رائد الجهاد ضد الصليبيين كان من قومية الأتراك أيضا، حتى عمالقة الهند البارزين مثل العملاق محمود ابن سبكتكين الشهير بمحمود الغزنوي، وهو الملك الذي حفظ الإسلام في الهند وقهر جحافل الهندوس. هذا الملك كان أيضا تركيا. وأيضا سلطان الهند العظيم أورانغزيب عالم قير الذي قال عنه الشيخ الطنطاوي أنه بقية من الخلفاء الراشدين، هذا الملك كان تركيا. ولا ننسى أيضا محمد الفاتح صاحب بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، وحفيده سليم الأول الذي أنقذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النبش، وابنه سليمان وبقية أحفادهم العثمانيين حتى عبد الحميد الثاني الذي رفض بيع فلسطين للصهاينة. هؤلاء جميعا كانوا من الأتراك المسلمين. ولو أردت فقط ذكر أسماء عظماء الترك المسلمين في هذا البرنامج لما اتسعت هذه الحلقة لمجرد ذكر أسمائهم. وهذه هي روعة هذا الدين، فهذا الدين دافع عنه جميع المسلمين، دفعت عنه كل القوميات المسلمة باختلاف أجناسها وألوانها. أما من كان يعتقد أن الإسلام فقط حكر علينا نحن العرب دون غيرنا، فعليه أن يترك هذه الأمة وليذهب إلى قبيلته لينظم هناك شعرا يسب فيه قبيلة أخرى، وليبحث لنفسه عن أمة أخرى غير أمتنا العظيمة التي لا تعرف فيها مكانا للعنصرية أو المرضى العنصريين. والحقيقة أننا عندما نذكر الخلافة العثمانية التي أسسها بطلنا سليم الأول رحمه الله لا نذكر دولة كان يحكمها ملائكة، فلا العثمانيين كانوا ملائكة ولا المسلمين في وقتهم كانوا من الصحابة. فالخلافة العثمانية التي درسونا إياها باسم الاحتلال التركي كانت دولة كغيرها من دول الإسلام، لها ما لها وعليها ما عليها. فمن سلبيات هذه الدولة مثلا أنها كانت ذات نزعة صوفية مبالغ بها إلى حد ما، انتشرت من خلالها بدع لم تكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر السلبي لم يكن بالطريقة الضخمة التي يراد لنا أن نتصورها، للدرجة التي أصبح فيها بعض المغفلين يصفونها بالدولة الشركية والدولة القبورية. ولو علم هؤلاء المساكين أنه لولا تقدير الله للعثمانيين للدفاع عن مقدسات هذه الأمة لما يزيد عن 600 عام لكان هؤلاء الذين يصفون هذه الدولة بتلك الأوصاف البشعة، لربما كان هؤلاء الآن رعاة للخنازير لدى الصليبيين الذين كانوا ينوون احتلال أرضهم وتحويل دين أجدادهم للدين الصليبي واغتصاب جداتهم ونبش قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من كل السلبيات فقد كانت الدولة العثمانية الإسلامية دولة سنية عظيمة دافعت عن المسلمين لـ600 عام، أي ما يقرب من نصف تاريخ هذه الأمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، منها 400 عام كخلافة إسلامية أجمع على صحتها علماء المسلمين في القديم والحديث. ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الفقيه والمؤرخ الكبير ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد رحمه الله
قال عن العثمانيين أنهم من بيت رفع الله على قواعده فسطاط السلطنة الإسلامية، ومن قوم أبرز الله تعالى لهم ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الإيمانية، رفعوا عماد الإسلام وأعلوا مناره، وتواصوا باتباع السنة المطهرة، وعرفوا للشرع الشريف مقداره. العثمانيون الذين يريد لنا غزاة التاريخ أن نكفر بهم لكي نكفر نحن بتاريخنا. هؤلاء الأبطال هم الذين أنهوا وجود إمبراطورية الروم التي حاربها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون من بعده، حتى جاء العثمانيون ليزيلوها من على وجه التاريخ بعد أن تمكن عظيمهم محمد الفاتح رحمه الله من أن يكون صاحب بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح عاصمة الروم. وبعد ذلك قام العثمانيون بإنشاء إمبراطورية إسلامية عظمى مترامية الأطراف، امتدت أراضيها على 3 قارات، وامتد نفوذها في بحار الأرض كلها، فوصلت فيها حدود نفوذهم البحري حتى أمريكا والقطب الجنوبي كما تابعنا في الحلقة 10 من هذا البرنامج. وأنقذ العثمانيون الأتراك الأوروبيين المسلمين من معسكرات التعذيب في الأندلس، وحرروا دول شمال أفريقيا الإسلامية من الغزاة الصليبيين، وتحولت الجزائر في عهد العثمانيين إلى القاعدة البحرية الأولى في العالم. وساعد العثمانيون أيضا إخوتهم المسلمين حتى في الأقاليم التي لم تنضوي تحت راية الخلافة العثمانية، فساعدوا إخوتهم المجاهدين المغاربة في معركة وادي المخازن التاريخية، على الرغم من أن المغرب لم تكن يوما ضمن حدود الخلافة العثمانية. نفس الحال مع عمان عندما تعاون المجاهدون العثمانيون مع المجاهدين العمانيين في صد الحملات الصليبية البرتغالية والصفوية في أكثر من حادثة في التاريخ كانت فيها البحرية العمانية والعثمانية تعملان جنبا إلى جنب لنصرة المسلمين، حتى قام مجاهدو عمان اليعاربة في تحرير عمان بالكلية من آخر جيب صليبي برتغالي على أرض عمان، وسنأتي على قصتهم قريبا إن شاء الله. وأرسل العثمانيون أساطيلهم العملاقة لنجدة إخوانهم الهنود والإندونيسيين للدفاع عن أرضهم في وجه الغزاة، بل وحتى غير المسلمين كان العثمانيون يساعدونهم عند الحاجة، فقد أنقذ العثمانيون اليهود الذين كانوا يعذبون في الأندلس من قبل الإرهابيين الكاثوليك في محاكم التفتيش الصليبية. ووصلت عظمة الدولة الإسلامية في عهد العثمانيين لدرجة أن العثمانيين أنقذوا أيرلندا من خطر المجاعة الكبرى التي ضربتها كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة. لذلك توجه وجهاء أيرلندا برسالة شكر إلى الخليفة المسلم السلطان العثماني عبد المجيد الأول. هذه الرسالة ما زالت محفوظة في الأرشيف العثماني إلى يوم الناس هذا، وجاء في تلك الرسالة: We, the noblemen, gentlemen, and inhabitants of Ireland, want to express our thank and gratitude for the Ottoman Sultan's magnificent assistance due to the disaster of death. It is unavoidable for us to appeal the assistance of other countries in order to be saved from the enduring threat of death and famine. The Ottoman Sultan's magnificent response to this aid call displays an example to European states. وملخص هذه الرسالة أن وجهاء وسادة أيرلندا يشكرون السلطان العثماني لما قدمه لهم لإنقاذهم من المجاعة، وأنهم يرون أنه ما قام به العثمانيون يعتبر قدوة لبقية الدول الأوروبية. الجميل في الأمر أن الأيرلنديين على عكسنا لم ينسوا جميل صنع العثمانيين لهم، وهذه في الحقيقة صفة متلازمة لدى الروم بشكل عام، ونعني بالروم الأوروبيين. فالروم كما ذكرنا في حلقة سليمان القانوني لا ينسون الأبطال بغض النظر عن دينهم وقوميتهم، فأيرلندا لا تزال حتى يوم الناس هذا تحفظ للمسلمين العثمانيين جميلهم، لدرجة تحول فيها فريق كرة القدم لنادي مدينة دروغيدا، ذلك الميناء الصغير الذي نزلت فيه المساعدات العثمانية، تحول فيها شعار نادي كرة القدم لديهم إلى شعار دولة الخلافة العثمانية، وما زال لاعبو ذلك الفريق في أيرلندا حتى يوم الناس هذا
يحملون على صدورهم شعار الدولة الإسلامية العثمانية، في الوقت الذي يلبس فيه أبناؤنا للأسف قمصان أندية أوروبية عليها صلبان بدون أن يهتموا لذلك أو تهتم عائلاتهم بذلك. وبعد هذه المقدمة الطويلة التي رأيت أنها ضرورية، حان الوقت لكي نستكمل قصة العظيم الإسلامي سليم الأول، التي وصلنا فيها في الحلقة الماضية إلى الاستعدادات السليمية لمعركة جلديران المصيرية. ولكن علينا أولا أن نأخذ لمحة بسيطة عن أوضاع العالم الإسلامي والعالم بأسره في الفترة التي ظهر فيها سليم الأول، لكي ندرك حجم المصاعب التي واجهها هذا العظيم الإسلامي العملاق. العالم الإسلامي كان مفرقا ومشرذما لدرجة خطيرة. في شرق العالم الإسلامي ظهرت شخصية من أخبث الشخصيات التي ظهرت على وجه التاريخ، إسماعيل الصفوي. اختلف المؤرخون في أصله، ولكن من المرجح أنه كان فارسيا شعبويا يحقد على العرب بشكل كبير. إسماعيل الصفوي أسس دولة الصفويين التي تهدف إلى تدمير العقيدة الإسلامية، واحتل الصفوي بلاد فارس والعراق وشرق الجزيرة العربية وأذربيجان، وقتل ما يزيد عن 1,000,000 مسلم ليجبر بقية المسلمين بقوة السيف على اعتناق الدين الصفوي المبني بالأساس على الحقد على العرب. وقرر إسماعيل الصفوي التعاون مع الصليبيين لضرب السلطنة العثمانية، وتراسل فعلا مع ألفونسو ألبوكريك قائد بحرية البرتغاليين الصليبيين، وكان الهدف المشترك هو نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلطنة العثمانية في شمال العالم الإسلامي وصلت إلى مرحلة من الضعف في أواخر عهد السلطان بايزيد الثاني، بعد أن زرع الصفويون جواسيس في جميع أنحاء السلطنة، وصلوا فيها إلى مراكز عليا في الدولة والجيش. كان أشهرهم شخص يدعى شاه قولو. هذا الجاسوس الصفوي أثار الفتنة في أرجاء الدولة العثمانية، ووصل نفوذ عملاء الصفويين إلى حد قتل الصدر الأعظم خادم علي باشا، والصدر الأعظم بمثابة رئيس الوزراء للسلطنة العثمانية. وظهرت أيضا في السلطنة العثمانية بوادر تعاون سري بين الأمير أحمد ابن بايزيد الثاني والصفويين، وصار الأمير أحمد المرشح المفضل للصفويين لتقلد منصب السلطان، وصارت السلطنة العثمانية على وشك الانهيار والتفكك، الأمر الذي شجع الصفويين على التحرش بالدولة العثمانية من حين إلى آخر والعمل على تدميرها لتغيير دين المسلمين السنة إلى الدين الصفوي. القوة الثالثة التي كانت في المنطقة هي قوة المماليك الذين كانوا يحكمون الشام ومصر والحجاز. المماليك الذين كانوا من المسلمين السنة اتخذوا موقفا سلبيا مما كان يجري في الساحة الإسلامية، فقرروا الوقوف على الحياد السلبي بين الصفويين وبين إخوتهم العثمانيين الأتراك المسلمين، إلا أنهم للأسف كانوا يميلون أكثر للتعاون مع الكفار الصفويين خوفا من تعاظم قوة المسلمين العثمانيين الذين زادت شعبيتهم لدى الشعوب المسلمة، خاصة مع فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. وفي آخر عهدهم تعاون ملكهم قنصوال الغوري كما سنرى لاحقا، تعاون مع الصفويين لضرب المسلمين العثمانيين. إمارة ذي القدرية كانت إمارة مسلمة سنية تقع بين المماليك والعثمانيين، وملوكها كانوا من الأتراك، ولكنها كانت تتمتع بحكم ذاتي تحت حماية مملوكية. وفي عام 913 للهجرة، 1507 للميلاد، أراد المجرم إسماعيل الصفوي بكل وقاحة الزواج بالإكراه من إحدى بنات ملك إمارة ذي القدرية بوزقورد بيك، ولكن الفتاة وأبوها لم يرضوا القبول بذلك الصفوي، فاجتازت قوات إسماعيل الصفوي الحدود العثمانية وغزت إمارة ذي القدرية، ونبش المجرم إسماعيل الصفوي جميع قبور أمراء ذي القدرية المسلمين وأحرق عظامهم، مما أغضب سليم الأول الذي كان وقتها أميرا في إحدى ولايات السلطنة العثمانية التي كان يحكمها أبوه السلطان بايزيد الثاني. فغضب سليم الأول لما حل بالمسلمين في ذي القدرية، لا سيما أنهم أخواله، حيث أن أمه عائشة خاتون هي إحدى أميرات ذي القدرية. العجيب أن المماليك
الذين كانت تقع على عاتقهم حماية المسلمين في ذي القدرية التي كانت تتبع لهم سياسيا، لم يحركوا ساكنا وتركوها عرضة للإجرام الصفوي. موقف السلطان العثماني بايزيد كان أيضا ضعيفا، إلا أن ابنه البطل سليم الأول تحرك بجنوده دون إذن أبيه وقاتل الصفويين، وكان سليم يصطحب معه في تلك المعارك ولده الوحيد سليمان القانوني الذي كان يبلغ 12 من عمره. لذلك لا تستعجب أن يتحول سليمان فيما بعد إلى عملاق عظيم. المهم أن الأمير سليم استطاع في ذلك الوقت أسرى قائد الجيش الصفوي واسمه إبراهيم ميرزا، وهو أحد إخوة إسماعيل الصفوي. فبعث إسماعيل الصفوي إلى السلطان بايزيد رسالة يطلب منها فك أسرى أخيه، وللأسف أمر السلطان الضعيف بايزيد الثاني إطلاق سراح إبراهيم ميرزا الصفوي. وعلى الرغم من غضب سليم من أمر أبيه، إلا أنه في نهاية الأمر أطاع أوامر السلطان، ولكن إحساسا كبيرا بالغضب كان يملأه للهوان الذي وصلت إليه حال المسلمين بسبب ملكهم الضعيف. إمارة بني رمضان، وهي إمارة صغيرة في الأناضول، ظهرت أثناء انحلال دولة سلاجقة الروم، وهم أيضا أتراك، وكانت عاصمتهم أدنى. أما في غرب العالم الإسلامي، تم القضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس نهائيا، وتعرض المسلمون فيها لمجازر بشعة، فتعرضوا للقتل والتعذيب المرعب في محاكم التفتيش المخيفة التي كان يشرف عليها القساوسة الكاثوليك. وكانت دول شمال أفريقيا المسلمة تتعرض من حين إلى آخر لحملات صليبية تهدف بالأساس إلى تغيير دينهم. أما المغرب فقد كان الهدف الأول للغزو الصليبي بعد أن سيطروا على الأندلس بالكلية، وأرادوا الانتقام من المجاهدين المغاربة الذين لطالما لقنوا الصليبيين دروسا عديدة في الأندلس. كانت هذه لمحة بسيطة عن العالم الإسلامي في الوقت الذي ظهر فيه سليم القاطع. أما العالم الصليبي فقد كان على النحو التالي: الصليبيون في ذلك الوقت اتخذوا قرارا بإنهاء الدين الإسلامي من على وجه الأرض، خاصة بعد أن أسقطوا الأندلس، فتوحدوا في تلك الفترة في تحالف كبير قاده البابا يوليوس الثاني الذي عقد المجمع البابوي، وشكل تحالفا سمي بتحالف العصبة المقدسة سنة 917 للهجرة 1511 للميلاد. تحالف العصبة المقدسة ضم البابا يوليوس الثاني وفرديناندو ملك إسبانيا وهنري الثامن ملك الإنجليز، وكان هدفهم القادم هو تدمير القوة الناشئة التي باتت تشكل خطرا عليهم، قوة العثمانيين الأتراك. فتوحدت الإمارات الصليبية في جميع أنحاء أوروبا تحت رابطة العصبة المقدسة، إلا أن الله قدر أن ينشغل الصليبيين في حروب داخلية مع فرنسا، فخف الضغط على المسلمين العثمانيين، في حين قرر البرتغاليون الصليبيون ضرب قلب العالم الإسلامي في المدينة المنورة وسرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عام 1513، وهو العام الذي تقلد فيه منصب البابوية البابا ليو العاشر. فأرسل الملك القذر إسماعيل الصفوي الذي كان يدعي الإسلام ويبطن الكفر، أرسل رسله إلى الفاتيكان لعقد تحالف جديد مع الصليبيين، هذه المرة مع البابا ليو العاشر شخصيا. هذا التحالف الصفو صليبي كان يهدف إلى إنهاء الوجود العثماني الإسلامي إلى الأبد بخطة يطبق فيها الصفويون على العثمانيين من الشرق وتحالف العصبة المقدسة الصليبي من الغرب. وفي نفس الوقت تراسل إسماعيل الصفوي مع الصليبي البرتغالي الحاقد ألفونسو دي ألبوكراك للانقضاض بهجوم موحد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفور تسلم القائد سليم الأول مقاليد الحكم في السلطنة العثمانية، قام مباشرة بتوحيد الدولة والقضاء على المتمردين كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وبعد أن اطمأن على وحدة البلاد، توجه القائد سليم القاطع ليقطع رأس الحية الصفوية في عقر دارها، وذلك على رأس جيش مكون من 100,000 مقاتل عثماني. المهم أن السلطان سليم الأول
ركب على ظهر جواده وقرر أن يقود تلك المعركة بنفسه على الرغم من تحذيرات قادته له، لأن الطريق كان طويلا وشاقا من العاصمة إسطنبول إلى ميدان المعركة، لسيما تحت أشعة الشمس الملتهبة التي ظهر أن السلطان سليم الأول يتأثر بها، ولكنه رفض كل النصائح وقرر أن يجاهد بنفسه على ظهر جواده. وزاد من صعوبة الطريق قيام الملك الخبيث إسماعيل الصفوي بحرق جميع المحاصيل الزراعية في طريق جيش المسلمين لكي تنعدم المؤونة عن الجيش المسلم الذي كان يتكون من 100,000 مقاتل، في حين قام هذا الخبيث بمناورات هنا وهناك لكي يطيل أمد انتظار المسلمين للمعركة دون وجود مؤونة. وبعد أن اطمأن الصفوي أن المسلمين قد نالهم التعب الشديد من قلة المؤونة والسفر الشاق، قرر أخيرا ملاقاة المسلمين في وادي جلجيران الذي اختاره هو بنفسه لكي يلتف على جيش المسلمين. فالتقى الجيش الصفوي بقيادة إسماعيل الصفوي مع الجيش المسلم بقيادة القائد العام للقوات العثمانية المجاهدة سليم الأول في وادي جلجيران. احفظ معي جيدا هذا التاريخ، 2 رجب 920 للهجرة، 23 شهر آب/أغسطس 1514. احفظ هذا التاريخ جيدا، فهو تاريخ يوم من أيام الله الخالدة لتبدأ أحداث معركة المصير، معركة الإسلام. إنه تاريخ معركة جلجيران المصيرية. اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا، نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا. ومع انطلاق شرارة المعركة بدأ الهجوم الإسلامي بشكل أدهش الصفويين، فقد أمر القائد العام للقوات الإسلامية المجاهدة السلطان سليم الأول بفتح الجناحين على شكل هلال، ثم أمر المدفعية العثمانية بفتح نيرانها على الصفويين لتبدأ جثث الصفويين بالتساقط في ميدان المعركة. بعدها أمر القاطع بإغلاق الجناحين وقدم فرقة الاحتياط إلى الأمام، وأمر بالهجوم على مركز الجناح الصفوي الأيمن للقضاء على الملك إسماعيل الصفوي الذي كان هناك. جرحت يد الشاه ورجله، ولكن الخبيث كعادته ألبس ثيابه لشبيه له من أتباعه، بينما ولى هو هاربا كالجرذام من ميدان المعركة تاركا جيشه وراءه لكي يتساقطوا واحدا تلو الآخر أمام جيش المسلمين. وما هي إلا لحظات حتى كان جيش الإسلام قد قضى على قادة الصفويين كلهم، وصار عشرات الآلاف من الجنود الصفويين ما بين قتيل أو أسير، وتعالت صيحات الله أكبر في ميدان جلجيران، وسجد القائد سليم الأول شكرا لله على هذا النصر. ولكنه وبالرغم من هذا النصر الكبير ركب على ظهر جواده من جديد قاصدا عاصمة الصفويين، فانطلق سليم الأول راكبا ظهر جواده باتجاه تبريز عاصمة الصفويين. ولما سمع إسماعيل الصفوي بقدوم المسلمين نحو عاصمته التي هرب إليها، هرب منها هذا الجبان مسابقا الريح خوفا من أن يقطع القاطع رأسه، ومن شدة خوفه ترك هذا الجبان زوجته خلفه ليختبئ في مدينة أخرى تسمى خوي. فحرر السلطان العثماني البطل سليم الأول مدينة تبريز من الاحتلال الصفوي، فاستقبله الناس بالورود، وقد كان سكان تبريز من المسلمين السنة الذين تعرضوا لألوان العذاب من قبل الصفوي. وفي يوم الجمعة الموافق 18 رجب 920 للهجرة، رفع المسلمون الأذان لصلاة الجمعة في مآذن مدينة تبريز الفارسية لأول مرة منذ احتلالها من قبل الصفويين، وصلى البطل سليم الأول صلاة الجمعة فيها ودعا له المسلمون بالنصر والتمكين. سليم الأول كان شخصية عجيبة لم يكن يعرف معنى للراحة، فركب على ظهر جواده هذه المرة يريد مطاردة الصفوي وإكمال الفتوح الفارسية، إلا أن قادة القوات الانكشارية
رفضوا التحرك لشدة البرد في تلك المنطقة وانقطاع المؤونة عليهم. العجيب أن السلطان سليم الأول طلب المعونة من أراضي السلطنة العثمانية، إلا أنه تفاجأ أن تلك المؤونة لم تصل إلى قوات المسلمين، وسنعرف لاحقا السبب الذي منع وصول تلك المؤونة. وبعد أن ظهرت بوادر للتمرد من قبل قادة قوات الإنكشارية الذين ظنوا أن هذا السلطان الجديد كملكهم السابق الذي كان ضعيفا، اضطر القائد سليم الأول إلى وقف الفتح في بلاد فارس، ورجع بجيشه إلى العاصمة إسطنبول. وما أن وصل هناك حتى أعدم كل قائد عسكري لم يستمع لأوامره الحازمة بضرورة القضاء على الصفويين، فقضى على المتمردين بدون رحمة، ليدرك بقية قادة الجيش أنهم أمام قائد حازم لا ينبغي العبث معه مرة أخرى. وما أن وصلت أنباء نصر جلديران المجيدة إلى أنحاء الأمة الإسلامية، حتى انهالت الرسائل القادمة من الشام ومصر تطالب القائد سليم القاطع بتوحيد العالم الإسلامي، فتوحدت إمارة ذي القدرية وبنو رمضان مع الخلافة العثمانية، وأبقى سليم الأول أغلب الحكام في مناصبهم. ثم توجه سليم الأول إلى دولة المماليك الضعيفة التي لم تعد قادرة على حماية المسلمين من الخطر الصليبي القادم، خاصة أنه علم أنهم قاموا بخيانته أثناء قتاله للصفويين. فقد أورد المؤرخ الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه نزهة الناظرين أن سليم الأول اكتشف أن سلطان المماليك قنصو الغوري كان يتحالف سرا مع الصفويين، وذلك من خلال منع وصول المؤونة لجيش العثمانيين، مما تسبب في تمرد قادة الإنكشارية كما أسلفنا. فتقدم السلطان سليم الأول للقضاء على الخونة الذين تسببوا بوقف الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس، فقضى سليم الأول على قنصو الغوري في معركة مرج دابق. فوحد القاطع سليم بلاد الشام ومصر مع بقية أرجاء الدولة العثمانية الممتدة من أوروبا وحتى تبريز، ثم أرسل أشراف الحجاز رسائل الولاء للسلطان سليم الأول لينضم الحجاز إلى كنف الدولة الإسلامية الموحدة. وفي نفس الوقت تنازل الخليفة العباسي المتوكل على الله الثالث الذي لم يكن له أي دور في دولة المماليك سوى منصب سوري، تنازل هذا الخليفة العباسي عن الخلافة لسليم الأول، ليتحول السلطان سليم الأول منذ ذلك اليوم إلى الخليفة سليم الأول، ويكون أول خليفة عثماني على الإطلاق. فاختار الخليفة سليم الأول لقب خادم الحرمين الشريفين ليكون ضمن ألقابه الرسمية. وعلى فكرة هذا اللقب أطلقه أيضا بعض المؤرخين على البطل الكردي صلاح الدين الأيوبي، ولكن الخليفة سليم الأول هو أول من اختاره رسميا لقبا له. وما أن وحد الخليفة سليم الأول العالم الإسلامي حتى سرع إلى تنفيذ مهمته التي نظر نفسه لها، إنقاذ قبر محمد صلى الله عليه وسلم، إنقاذ قبر رسول الله من التقدم الصليبي البرتغالي. وفعلا بعد توحيده للعالم الإسلامي أرسل أمير المؤمنين سليم الأول سفن الخلافة العثمانية المجاهدة إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي لمواجهة الصليبيين، فاستطاعت سفن الإسلام العثمانية الانتصار على سفن الغزاة الصليبيين البرتغاليين، حتى وصلت بحرية آل عثمان إلى أرض الصومال المجاهدة، فطهرت ميناء مقديشو الصومالي من الاحتلال الصليبي البرتغالي بمعونة من المجاهدين الصوماليين، ليحول سليم الأول الصومال إلى مركز الدفاع الأول المسؤول عن تأمين قبر رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أدرك الخليفة سليم أهمية وجود أسطول إسلامي قوي للدفاع عن الإسلام في وجه التهديدات الجديدة لبحرية الغزاة، فأمر الخليفة القاطع بإنشاء أقوى أسطول بحري تعرفه بحار الدنيا في ذلك الوقت. فبدأت موانئ دولة الإسلام بتجهيز ذلك الأسطول القوي، وفعلا أصبحت البحرية الإسلامية رقما صعبا في بحار الدنيا، وانتشرت أخبار انتصارات هذا الخليفة القاطع في جميع أنحاء العالم الإسلامي. فأرسل شعب الجزائر البطل رسالة عاجلة إلى الخليفة سليم الأول يطالبونه باسم الخطباء والفقهاء والعلماء والتجار والأعيان في الجزائر، يطالبونه بالانضمام تحت راية الخلافة الإسلامية العثمانية، ويطالبونه بنجدة الجزائر وشمال أفريقيا للوقوف في وجه أساطيل الغزو الصليبي الذي قاده الإسبان والبرتغاليين،
الذي قاده الإسبان والبرتغاليون، وبذلك انضمت الجزائر إلى مشروع الوحدة الإسلامية الكبرى الذي نجح فيه الخليفة سليم الأول بتوحيد قوى الشعوب الإسلامية المختلفة لمواجهة الخطر الصليبي والصفوي. وعلى الفور أعلن الخليفة العثماني السلطان سليم الأول حالة النفير العام في أنحاء الخلافة لإنقاذ الجزائر، وفتح الباب أمام المتطوعين بالمشاركة مع مجاهدي الجزائر الذين سطروا وقتها أروع صور الصمود أمام الغزو الصليبي. وأرسل الخليفة إلى الجزائر فرقة المدفعية العثمانية الأكثر تطورا في العالم بمعية 2000 جندي من جنود النخبة العثمانية، قوات الإنكشارية. وفي ذلك الوقت سطع نجم حوتين مسلمين تناقلت بحرية أوروبا قصص بطولاتهما، إنهما الأخوان بربروسا. فأمر القاطع الأخوين بربروسا بالدفاع عن الجزائر التي تحول اسمها فيما بعد إلى جزائر الجهاد، ثم كلف الأخوين بربروسا بإنقاذ المسلمين الأوروبيين في الأندلس بعد أن وصلت لخليفة المسلمين سليم الأول رسائل استغاثة المسلمين الأوروبيين من أقبية الكنائس التي كانوا يعذبون بها. وحملات الإغاثة بدأت بالفعل منذ عهد أبيه بايزيد، إلا أن عمليات الإنقاذ الإسلامي ازدادت بشكل كبير في عهد القاطع سليم. فاستدعى سليم الأول القائد البحري الأسطوري عروج بربروسا رحمه الله، وأعطاه التكليف السليمي لإنقاذ المسلمين الأوروبيين في الأندلس في عملية أقل ما يقال عنها أنها عملية مستحيلة، ولكن عروج وخير الدين بربروسا ومن معهم من مجاهدي البحرية العثمانية استطاعوا إنقاذ آلاف المسلمين الأوروبيين ومن معهم من المستضعفين اليهود الذين كانوا أيضا يعذبون في نفس الكنائس، عندما أنقذناهم نحن من الإرهاب الصليبي في سفن إسلامية عثمانية. وقد فصلنا عن تلك العملية المستحيلة في الحلقة السادسة من هذا البرنامج لمن أراد أن يرجع لها. الأسرى المسلمون الذين تم تحريرهم من الأندلس قصوا على إخوتهم المسلمين قصص تعذيبهم المرعبة التي كانوا يواجهونها في أقبية الكنائس المظلمة تحت إشراف القساوسة الكاثوليك. هذه القصص أغضبت سليم الأول غضبا شديدا، خاصة بعد قيام بعض قادة الصليبيين الذين كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية بالتعاون سرا مع الجيوش الصليبية، وذلك لإثارة القلاقل داخل أرض الخلافة الإسلامية. فقرر سليم الأول أن يخير المسيحيين الذين كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية، قرر أن يخيرهم بين الإسلام أو الرحيل من بلاد المسلمين إلى البلدان الصليبية. ولكن زنبيلي علي مالي أفندي وهو شيخ الإسلام أي مفتي الدولة العثمانية رفض ذلك الأمر، وأبلغ الخليفة سليم الأول بأن ذلك أمر لا يجوز في الإسلام، فالقاعدة في الإسلام هي أنه لا إكراه في الدين. فوافق خليفة المسلمين سليم الأول على رأي العالم الجليل وترك المسيحيين ليعيشوا بأمان في دولة الخلافة الإسلامية في الوقت الذي يذبح فيه المسلمون في أرض الصليبيين. هذا هو تاريخنا المشرف، هذا هو ديننا العظيم. واستمر خليفة القاطع سليم الأول في توحيد الأمة وقيادة الجيوش المجاهدة بنفسه من معركة إلى معركة، حتى لاحظ المقربون منه أن مظاهر التعب والشحوب بدت بادية عليه، فأرسلوا الأطباء إليه ليكتشف الأطباء أن خليفتهم المجاهد قد أصيب بمرض سرطان الجلد نتيجة لتنقله بنفسه على ظهر جواده من معركة إلى معركة تحت أشعة الشمس الملتهبة منذ أول يوم من أيام توليه للسلطنة. وقيل أيضا أنه أصيب بمرض نتيجة لتنقله المستمر في ساحات الجهاد حيث تنتشر الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى سفره المستمر للجهاد إلى بلدان ذات مناخات مختلفة ومتناقضة أشد التناقض وتعرضه لما في جوها من أمراض. فنصحوا الأطباء بالراحة، إلا أن أمير المؤمنين المجاهد سليم الأول لم يكن يعرف معنى هذه الكلمة الراحة، فرفض طلب الأطباء وقرر أن يخرج بنفسه رغم مرضه وتدهور صحته لكي يقود جيشا متوجها إلى جزيرة رودس لقتال قراصنة القديس يوحنا الذين كانوا يعيثون الفساد في البحر المتوسط. وقراصنة القديس يوحنا مجموعة من
أكثر الطوائف الصليبية الحاقدة على الإسلام. اشتركوا في الحروب الصليبية في فلسطين قبل أن يطردهم منها القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد فصلنا عن قراصنة القديس يوحنا في الحلقة السابعة. وبالمناسبة، بدأت تلك المجموعة الصليبية في الآونة الأخيرة بالعودة إلى فلسطين من جديد، هذه المرة تحت مسمى جمعيات خيرية ومستشفيات، وقاموا فعلا ببناء مستشفى في القدس، وهم يبنون الآن مستشفى للعيون في غزة، وينتظر أن يضعوا شعارهم بشكل كبير في قلب غزة. وهذه رسالة للمسؤولين في غزة، هذا الشعار لم يرفع في فلسطين منذ عهد صلاح الدين الأيوبي، وأنتم مسؤولون أمام الله إذا ما تم ظهوره من جديد في غزة. لا يغرنكم شعارات الجمعيات الخيرية، هذا الشعار له دلالات صليبية عميقة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ورغم مرضه الشديد، ركب فارسنا سليم الأول على ظهر جواده، واستمر في طريقه للجهاد استعدادا لقتال قراصنة القديس يوحنا، ورفض كل الدعوات التي طلبته بالعودة إلى العاصمة والراحة فيها. واستمر هذا الفارس بالسفر على ظهر جواده تحت أشعة الشمس الملتهبة التي لم يكن يأبه لها، في سبيل هدفه الأسمى والأنبل، في سبيل إنقاذ قبر محمد صلى الله عليه وسلم وإنقاذ الأمة الإسلامية من خطر الصفويين والصليبيين، في سبيل توحيد هذه الأمة ولم شملها بعد سنوات طويلة من التفرق والتشرذم. في كل تلك المعارك والحملات التي قام بها في سبيل هذا الدين، لم يكن القاطع يشعر بلهيب الشمس الحارقة وهو على ظهر جواده، ربما كان يشعر بها، ولكن لم يرد أن يعلم أحد بما يعانيه من ألم وتعب. فهو سليم، الشخصية العجيبة بالفعل التي تعلمت منها شخصيا الكثير وأنا أعد لهذه الحلقة. فوالله مجرد اطلاعي لحجم المصاعب التي واجهتها وعدد الأعداء الذين واجههم أصابني بالرعب، ولكنه سليم، سليم القاطع الذي نجح في تخطي كل تلك العقبات دون كلل أو ملل، ودون أن يشعر أحدا بالمتاعب والأوجاع التي كان يشعر بها. ربما كان الحمل الذي كان يحمله في قلبه ووجدانه أكبر من أن يتحمله جسده الذي أرهق من كثرة السفر والجهاد، حتى جاء يوم 9 من شهر من شوال سنة 926 للهجرة، 22 من سبتمبر سنة 1520. في هذا اليوم حان الوقت لكي ينزل هذا الفارس وأخيرا من على ظهر جواده. حان الوقت لهذا الفارس أن يستريح بعد سنوات طويلة قضاها راكبا على ظهر جواده ليجاهد في سبيل الله، ليلقى ربه وبيده صحيفة مشرفة كلها جهاد في جهاد، صحيفة يكفيه أنه مكتوب عليها أنه أدى أعظم عملية إنقاذ في تاريخ الإنسانية، عملية إنقاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا التاريخ انتقل إلى رحمة الله تعالى أمير المؤمنين الخليفة القاطع سليم الأول نتيجة لمرضه الذي أصابه في ساحات الجهاد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. رحم الله أمير المؤمنين سليم الأول. لا تنسوا هذا البطل في صلاتكم من الدعاء يا إخوة. وإن كانت الأمة الإسلامية فقدت بطلا من أعظم أبطالها اسمه سليم الأول، فإن هذا البطل أهداها قبل موته بطلا آخر رباه على يديه اسمه سليمان القانوني، الذي أكمل مسيرة أبيه في الجهاد وبناء الحضارة الإسلامية العظيمة. فأمر الخليفة الجديد سليمان القانوني ببناء مدرسة وعمارة لإطعام الفقراء
صدقة على روح والده، على روح أستاذه الأستاذ سليم الأول. وربما لن يصدق الكثيرون أن كل هذه الإنجازات التي قام بها سليم الأول من فتوح وانتصارات قام بها في 9 سنوات فقط، هي مدة حكمه. ربما يتعجب الكثيرون أيضا عند معرفتهم أن هذا الخليفة القاطع كان على الرغم من حزمه وصرامته كان شاعرا مرهف الإحساس، يكتب الشعر ويتقن 3 لغات، التركية والعربية والفارسية. ويروي عنه كبير مؤرخين في هذا الزمان الأستاذ الدكتور علي الصلابي في كتابه الرائع الدولة العثمانية أن سليم الأول رحمه الله كان عالما فاضلا ذكيا حسن الطبع بعيد الغور صاحب رأي وتدبير وحزم، وكان دائم الفكر في أحوال الرعية والمملكة، وأنه لما كان بمصر كتب على رخام في حائط القصر الذي سكن فيه بخط يده، كتب الشاعر سليم الأول هذه الأبيات: الملك لله من يظفر بنيل غنى يردده قصرا ويضمن عنده الدركة، لو كان لي أو لغيري قدر أنملة فوق التراب لكان الأمر مشتركا. ويروى أنه نتيجة لحزم وحسن تدبير الخليفة سليم الأول وتنفيذه لأحكام رادعة على كل وزير يثبت عليه الفساد أو عدم قيامه بدوره في إدارة شؤون المسلمين بالشكل الأمثل، انتعش الاقتصاد الإسلامي في عهده بشكل كبير حتى امتلأت خزينة الدولة الإسلامية بالأموال بشكل هائل، فقام أمير المؤمنين سليم الأول بوضع ختمه السلطاني على تلك الخزنة وقال لمن حوله: إذا استطاع شخص من بعدي أن يملأ الخزينة أكثر من ذلك فليقفلها هو بختمه. وفعلا لم يستطع أحد من خلفاء سليم الأول فعل ذلك، فبقي ختم سليم الأول على تلك الخزينة حتى انهيار دولة الخلافة العثمانية بعد حوالي 400 عام. الصليب اسألوا جند التتار، هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتح لمكة بعد صابر وانتظار، طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. ولكن هل توقف الصفويون عن خيانتهم للأمة الإسلامية؟ وهل فعلا قام البرتغالي فاسكو دي غاما باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح لأغراض تجارية كما تعلمنا في مدارسنا؟ أم أن هناك أهدافا صليبية دفينة وراء ذلك الاكتشاف؟ وما هو سر حقد الصفويين القدماء والصفويين الجدد على العرب بالتحديد؟ وما هي حكاية العرب منذ البداية؟ ولماذا اختار الله خاتم أنبيائه من هذه القومية بالتحديد؟ ولماذا كانت جزيرة العرب المكان الأمثل لخروج رسالة التوحيد للبشرية بأسرها؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها تابعوا معنا الحلقة القادمة لنروي حكاية أرض عربية إسلامية عظيمة اسمها عمان، لنتابع هناك معا قصة بطل عظيم من أبطال العرب. هذا البطل كان القائد الذي أشعل شرارة المقاومة العمانية الباسلة ضد تحالف قوى الظلام والرجعية المكون من الغزاة البرتغاليين الصليبيين والخونة من الفرس الصفويين. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقات البرنامج أولا بأول. القناة وصلت بفضل الله ثم بفضلكم إلى 9 ملايين مشاهدة. الحلقة الأولى من البرنامج تجاوزت لوحدها 1 مليون مشاهدة.
شكرا لكل من نشر البرنامج. برنامج العظماء المئة هو برنامجكم جميعا. على قناتنا في اليوتيوب ستجدون أيضا حلقات من البرنامج مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والتركية والإندونيسية والكردية، وجاري الآن العمل على الترجمة الروسية والهولندية والبرتغالية والأمازيغية لغة البطل طارق بن زياد. وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم واستقبال صوركم لعرضها في الحلقات القادمة، وذلك من خلال صفحة البرنامج الرسمية والوحيدة على الفيسبوك، اسم الصفحة 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. يمكنكم أيضا التواصل معنا على حسابي الشخصي على تويتر وإنستغرام جهاد الترباني، وعلى إنستغرام أيضا حساب العظماء المئة. أما الآن فتابعوا معي التعليقات والصور التالية بصحبة كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، كان قد كتبها إلى كمال أتاتورك في بداية حياته قبل أن يكتشف شوقي حقيقة أتاتورك ويهجوه في قصيدة أخرى. كلمات هذه القصيدة أهديها بالنيابة عن أمير الشعراء أحمد شوقي مع بعض التعديلات إلى كل أبطال أمة الترك المسلمة، وخاصة بطلنا سليم الأول رحمه الله. الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العربي. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العربي. نصر عزيز على حرب مظفرة، فالسيف في غمده والحق في النصب. يا حسن أمنية في العدل ما كذبت، وطيب أمنية في الحكم لم تخب. خطاك في الحق كانت كلها كرما، وأنت أكرم في حقن الدم السرب. حذوت حرب الصالحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب. سئلت حكما على عدل فجدت بها، ولو سئلت بغير العدل لم تجب. ولا أزيدك بالإسلام معرفة، كل المروءة في الإسلام والحسب. فقل لبان بقول ركن مملكة، على الكتائب يبنى الملك للكتب. لا تلتمس غلبا للحق في أمم، الحق عندهم معنى من الغلب. لا خير في منبر حتى يكون له عود من السمر أو عود من القضب. وما السلاح لقوم كل عدتهم حتى يكونوا من الأخلاق في عهب. لو كان في النابدون الخلق منبهة، تساوت الأسد والذئبان في الرتب. لم يغن عن قادة الأعداء ما حشدوا من السلاح وما ساقوا من العصب. لما انبرت نارها تبغيهم حطبا، كانت قيادتهم حمالة الحطب. للترك ساعات صبر يوم نكبتهم، كتبن في صحف الأخلاق بالذهب. مغارم وضحايا ما صرخن ولا قدرن بالمن أو أفسدن بالكذب. تلمس الترك أسبابا فما وجدوا كالدين من سلم للعز أو سبب. سفينة الله لم تقهر على دسر في العاصفات، ولم تغلب على خشب. قد أمن الله مجراها وأبدلها بحسن عاقبة من سوء منقلب. واختار ربانها من أهلها فنجت من كيد حام ومن تضليل منتدب. والصبر فيها وفي فرسانها خلق، توارثوه أبا في الروع بعد أبي. الصابرين إذا حل البلاء بهم كالليث عض على نابيه في النوب. والجاعلين سيوف الحق ألسنهم، والكاتبين بأطراف القنا السلب. لا الصعب عندهم بالصعب مركبه، ولا المحال بمستعص على الطلب. ولا المصائب إذ يرمى الرجال بها لقاتلات
إذا الأخلاق لم تصب قواد معركة وراد مهلكة أوتاد مملكة آساد محترم من فل جيش ومن أنقاض مملكة ومن بقية قوم جئت بالعجب أخرجت للناس من ذل ومن فشل شعبا وراء العوالي غير منشعب تحية أيها الغازي وتهنئة بآية الفتح تبقى آية الحقب هزت دمشق بني أيوب فانتبهوا يهنئون بني التوحيد في حلب ممالك ضمها الإسلام في رحم وشيجة وحواها الشر في نسب الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma. Sonsuz kere amin. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu Ekber.